صراحة ما اش غادي نقول لك، جينا قطعنا ب 35 درهم اورغانيزاسيون شنقول لك موان زيرو، ما كاينش بلايص، كاين زحام. حنا هادشي كامل درنا على قبل المنتخب الوطني باش يفرحونا، والحمد لله نتمنوا خير، ونتمنوا من هاد الناس اللي داروا هاد الاورغانيزاسيون يديروا إعادة النظر إلى تأهلنا إن شاء الله، حيت حنا جينا نشجعوا المنتخب الوطني اللي هو ديالنا، ما خصوش يكون بالفلوس ولا هذه، خصها تكون بادرة من أي شركة ولا من الدولة أنهم يفتحوا لنا نتفرجوا فابور. جيت أنا والدراري وليداتي، جينا من سيدي عثمان وجينا في الترامواي، وجينا علاش؟ جينا بغينا باش ندخلوا نتفرجوا. قطعنا تيكي ب 35 درهم للواحد، طلبناهم دخلنا بجوج تيكيتات أنا وبنتي ووليداتها، وتفرجنا وتنطلبوا سيدي ربي الله ينصر هذا الفريق ديالنا. بقينا واقفين دابا، ضروني رجليا ما غاديش نبقى تيسالي الماتش، ما قدرتش أنا غادي دابا في حالي، حيت بقينا عواقفين، ما كاين لا بلايص لا والو، كلشي الناس واقفين، اللي عيا كيبرك في الأرض، والأرض ما فيها لا كراسي لا فراش لا حاجه. دابا انا عييت والله وليدي، لا عييت غادي دابا في حالاتي، وكنطلب سيدي ربي هاد الدراري ينصرهم سيدي ربي، وعاش الملك. شويه ديال المراقبه من ناحيه ديال الانسان، فهمتي، بحال الوليدات الصغار ماشي تسبح جمع ما تفرجوا لي فام، الناس مع العائله ديالهم وداك الشيء، فهمتي، كان يكون داك الشيء منظم شويه وتكون الامور مقاد. 35 درهم، وحنا قلنا زعما الصراحه غادي نجيو نلقاو واحد الامبيونس باش نشجعوا المنتخب الوطني، ونتمنوا لهم حظ ان شاء الله. حنا ما تتهمناش هذيك 35 درهم ولا داك الشيء، فهمتي، المهم كيهمنا هو الفوز ديال المنتخب الوطني والتأهل الدور الجاي ان شاء الله، هذا هو المهم. 35 درهم خصو يديروا الكراسه، ولكن ماشي مشكل، ان شاء الله غير يربحوا، هذاك هو الفضل، هذاك هو الفضل، ان شاء الله غير يربحوا، بحال الا جالسين ان شاء الله غير يربحوا صح.